السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمزة سالم وأهلا وسهلا بكم في كوفي بريك. طبعا كيف بريك، قبل شوي خلصت القهوة، طبعا بشرب عربي على الصبح عميد، بعدين ايش كاسة مي عشان ايش الآثار القهوة السلبية تروح. الفيديو تبع نصيحة العاطلين عن العمل، يا جماعة هاي مش نصيحة برمجة. لو المشكلة اني حاطها في 60,000 فيديو سابقا وبحكي على نصيحة البرمجة. واحد الكاميرا كاتب لي تعليق طويل قول لي لقد اثبتت لك خاطئ. طبعا يا جماعة في اسلوب وما بعرف، يمكن الناس ما بتحبه بس انا عادة بحبه. لما واحد يجيك زي هيك ويكتب وكذا ما تقول له لا انت غلط وبصير ايش تقعد ترد. انا من الناس اللي ما برد على البشر بالتعليقات، يعني ما برد عليك بتعليق قد الكرة الارضية، انت كاتب لي انه لا هذه نصيحة خطأ ابصر شو ده. برد عليك بقول لك اوكي تمام، شكرا لك على نصيحتك الاسطورية الذهبية، اتمنى اني احذف الفيديو بس اخلي التعليق تبعك. يا جماعة خوارزمية اليوتيوب بتدور على المحتوى اللي بنعمل له اديت، والله الاديتور الله يعطيه العافية، روحوا اعملوا له سبسكرايب، مش سبسكرايب لاي حدا، سبسكرايب لحدا عن جد ممكن يفيدكم. ان سبسكرايب عندي بس خليكم احضروني. بغض النظر يعني انا لما ارد عليك هيك تعليق انت فاهم اني انا قاعد بتمسخر عليك، يس انا بتمسخر على تعليقك لانه مش في مكانه. كيف؟ خليني اشرح لك ليش تعليقك غلط. مش نعطيك اكثر من دقيقه. انا اليوم بحكي مع ناس عاطلين عن العمل، انا اليوم قاعد بحكي عن فئه من الناس درسوا تكنولوجيا المعلومات وعاطلين عن العمل، يعني درسوا داتا ستراكشر، درسوا برمجه، درسوا كل التخصص سابقا هذا، تخرجوا لكنهم ما بيعرفوا فريم ورك. يعني انا ما بحكي مع ناس اريد ان اتعلم البرمجه اونلاين، ولا اللي حتى الناس اللي كاتبين بالتعليقات يا جماعه انصحنا احنا سيلف توت كودر، قلت لهم ما بقدر انصحكم، انا ما بقدر انصحكم، كل سيلف توت كودر انا برايي له نصيحه مختلفه. تعال انت ايش الكيس تبعتك؟ اه اوكي، قديش جبت رياضيات، قديش جبت فيزياء، قديش الاي كيو تبعك، بعدين انا ببلش احكي معك. اما الناس اللي اوريدي عندها مينيمم متخرج جامعه، خلص تخرج جامعه ومتخرج اي تي ومش لاقي شغل، ليش مش لاقي شغل؟ ولك ليش مش لابس طاقيه؟ ليش مش لاقي شغل؟ انا قاعد بحل مشكله انه ليش مش لاقي شغل؟ يا عبقري يا اللي رد علي بالمنطق. انا ما بحكي عن انه هو بده يتعلم برمجه، بده يتعلم برمجه ليش مش لاقي شغل. راح تقول لي اه لا هو مش لاقي شغل لانه ما مشاش على خطه السنه ونص ولا 15 سنه تبع تعلم البرمجه. تمام حلو، عشان اخصص النصيحه واسمع من واخذ من برايك العبقري. اللي عنده قدره يقعد سنتين بعد ما تخرج ويطلع يشتغل بعدها في جوجل يعمل هيك. تمام، بالنهايه انا بضمن لك انه كلام الزلمه هذا هو اللي ضامنه مش انا. لاني راح ارجع على هاي النقطة، وانا معك كلامه صح، انت لو بتقعد سنتين عن جد، وطبعا تفرق من شخص لشخص والاي كيو والانفايرمنت كله، بس يعني انا نفترض سنتين، بعدها حتطلع في جوجل تشتغل، بعدها ما حدا زيك انت خلاص، مع العلم انك انت درست هذا الاشي في الجامعة وما طلعت على جوجل، ولا حتى لقيت شغل عادي. شفت قديش النصيحة سبيسيفيك، يعني this is layers about يعني whatever. فالنقطة الأولى اللي هي نقطة، بسم الله خليني اشرب مية، أنا ما شربتش مية. فهي النقطة الأولى، نقطة إنك أنت اليوم أنا مين بنصح؟ أنا بنصح حدا فشل في الجامعة ومش لاقي شغل بعد الجامعة، قاعد بقول له كيف بدك تلاقي الانتري جوب تبعتك؟ الانتري جوب عندنا في بلادنا مبنية على الفريم ورك، إلا إذا أنت شركتك شركة فانج موجودة في الأردن أو في مصر أو أي أو تبع أي دولة. إذا أنت شركتك العالمية هاي اللي هي بتعطي رواتب عالمية في بلادنا العربية، إذا انها عن جد بتشتغل زي هيك خلاص بيرفكت، أنت رو أنا شو اللي قاعد بحكي؟ خلاص خليه يتعلم سنتين لمدة سنتين وبعد آخرتها راح يشتغل. أنا قاعد بحكي مع خريج أي تي، خريج أي تي ومش لاقي شغل، كيف بده يلاقي شغل؟ الطريقة سهلة بسيطة، بتسأل الناس اللي اشتغلوا حوالينك وبتعرف إيش هو الفريم ورك اللي سوقك قاعد بطلبه وبعدها راح تشتغل. مجرد معك شهادة أي تي، الشركات عادة في بلادنا بتطلع مع شهادة يلا شغلوه. أنا من الناس اللي اشتغلت، أوكي عندي شوية كانت خبرة في الفريم ورك بس مش خبرة برودكشن، بس اشتغلت. اشتغلت ليش؟ لانه خلص صرت فاهم انه اوكي البرمجه بدها شويه بروبلم سولفينج على فريم ورك لبلدك اذا بدك تشتغل في بلدك وبس ذاتس ات، وروح دور على الشركه اللي بدها يعملوا لك حدا لها ريكومنديشن حتشتغل بكل سهوله. انا نصيحتي مش نصيحه برمجه، نصيحه عمل، كيف بدك تلاقي شغل؟ عشان هيك ما بتلاقيني بنصح السيلف توت كودر تعال ادخلوا على موقعي واشتروا هذا الاشي. انا ما بامن انه اي حدا سيلف توت كودر قادر يتوظف في اي شركه في العالم، انا هيك رايي.
حدا يثبت لي يقول لي لا لا انا سيلف كودر وصلت كذا، حلو جميل تمام. اي اشي مش ماشي بطريقه منهجيه احتماليه نجاحه كثير قليله. يعني انا ليش مثلا براهن على طلاب الجامعه، وليش انا عاده بحكي انه طالب السنه الثانيه، طالب السنه الثالثه، طالب السنه الرابعه ممكن، بس الثاني والثالثه هذول عندهم فرصه ذهبيه يشتغلوا باحسن اماكن بالعالم. والفكره اني او ماي جاد كل الناس اللي دخلوا معايا في الانترنشيب او حتى في البيد منتورشيب، اي اشي انا بعمله، طبعا انا بعملهن ليميتد عشان تكون بالصوره يا جماعه، انا الاشياء بتسكر معي يعني بتاعت المنتورشيب سكرت بساعتين، وفي كانه اشي سكر بيوم واحد بحسب بطلق بال خلص. ليش؟ لانه انا بقدرش اساعد كل كره ارضيه. انا فاهم اني انا ما بقدر اعمل مانج على 60,000 واعمل لك جروبات وتعال واجيب لك واحد من اللي اخذوا عندي اصير ادرسه عشان يدرس الناس انا ما بعمل شيء قصص. انا زلمه بشتغل على هاي كواليتي 9-8-10 ماكسيمم، بعطيهم اتنشن، بعدها بقول لهم تفضلوا انت روح لي على امازون، انت روح لي على احسن شركه في العالم. انا عندي حدا من شبابي من هنا، من طلابي من طلاب جامعتي من هنا، ثالث اشتغل معي، او فعليا ثاني ونص اشتغل معي، ثالث ونص اشتغل خلص من عندي، بعدها راح على اوديتنج فيرم. اللي مش فاهم شو يعني اوديتنج فيرم، اعلى شغل في سوليديتي، اعلى شغل في انك اليوم تشتغل في 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 البلوك تشين، انك انت تشتغل في اوديتنج. هذا مستوى اللي بني ادم اللي بيشتغل معايا، هذا المستوى اللي انا بعطيه. طبعا ما حدا يستوعب انه حمزه مشان الله حطنا معك، ما راح اقدر احط كل الكره الارضيه معي. يعني زي ما قلت لك انا ما بقدر اساعد، بفتح ويندو مده 3-4 اشهر بشوف مين بقدر يدخل هاي الويندو. وطبعا الويندو لها مينيمم ستيبس، يعني لازم يكون عندك سي في، لازم يكون عندك جيت هاب، لازم عندك لينكدين. اذا ما عندك هاي الثلاثه ليش جاييني؟ ليش جاييني؟ ليش جاييني؟ يعني ليش 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 لماذا 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 ايش بدي اسوي لك؟ واحد بيقول لي ما عنديش الثلاث. قلت لكم انا ما بقدر، انا لني انا لانه رسالتي متخصصه يعني فيديوهاتي غريبه انه طب كيف انت يعني بدك تساعدنا بدكش تساعدنا. انا بقدر اساعد عدد معين من الناس، عشان هيك لما انصح بنصح بالتحديد، ما باجي بقول يا فلان خذوا نصيحتي روحوا اتعلموا البرمجة من نصيحة العطالة عن العمل، البطالة عن العمل هاي، مين قال لك؟ وقاعد بنصح الناس بالكومنتس واللي ما وقت يروح يعمل مشكلة. انت فيديو ساعة، في فيديو يا جماعة مرة شيرته 5 ساعات ل مجموعة من الكونتنت كرياتر بيحكوا عن هذا القصص وبيحكوا عن هاي، بغض النظر اني ممكن اتفق معهم في اشياء واختلف معهم باشياء، بس اي حدا في الجامعة يروح يحضر هذاك الفيديو وبس، حتبطل تسمع لهم وحتبطل تسمع لي وحتبطل تسمع لاي حدا، وتسكر عقلك وتروح تشتغل على حالك. وهاي الكول تو اكشن في كل اشي، بس هذا اللي بدك اياه، سكر عقلك عن الناس كلها احنا وكل الناس اللي بتصنع محتوى وروح. وهيني انا بحكيها عشان يعني اعطيها للصافي يا جماعة، انا موجود على اليوتيوب بعمل نوع من انواع المحتوى اللي ممكن انت تحضره تستفيد منه شوي شوي، ما بغير حياة العالم، ما بعطي انه انطلق من هنا وابني مستقبلك معي. انا لا تبني مستقبلك معي، انا اسمع مني وروح اسمع من 3-4 ثانيين واحكم بحالك. راح تقول بس فلان بقول لك انت يا زلمة انتو في الجامعة، انا مش مستوعب كيف انت في جامعة واصل سنة ثانية وثالثة، مرة ثانية بحكيش مع اللي مش داخلين جامعة، ثاني وثالثة ولسه بتقول لي انا بديش مش عارف احكم على هاي النصيحة صح ولا غلط. 18 سنة 19-20 سنة، من حالك بتقدر تقرأ كل اشي، من حالك بتقدر تشوف كل الريسورسز الموجودة اونلاين. يا جماعة انا مرة حكيت في 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 فيديو، والله ما بعرف اذا حكيته بفيديو ولا لا، ولكن اذا بدي اشتري الكترونيكس، جهاز، تليفون، لابتوب، بدي اشتري اي اشي، بعمل لي اكسل شيت وبقعد اقارن في ايش العروض والاسعار اللي عندي. انت مش مستوعب انت قاعد بتراهن بمستقبلك على زيي وغيري قاعدين بعطوك ولا لا؟ الراندوم كومنتس الموجود على فيديو إلي بده يغير لك حياتك. الثقل هذا يا جماعة، الثقل هذا آخر إشي مر، هذا راح آخر مرة أحكي على الموضوع. هاي 9 دقايق أشوف الثانية. التعليق الثاني، واحد طبعا أنا يا جماعة كمان عشان ما أظلم الناس، لما يعلقوا عندي بدخل عنده على قناته عشان أشوف مين البني آدم هذا. يعني كمان أحيانا بتحس اللي قدامك ترول، يعني حدا بده يتخوث، أحيانا بتحس إنه لا والله يعني ممكن يكون حدا عن جد بده يفيد الناس وكذا او وات ايفر ايش رايه، حتى لو وان لم تسعفه الكلمات. ففي واحد كاتب على واحد من فيديوهاتي، انا مشكلتي الفيديو الشورت جابوا لي مصايب، بس كمان يعني
هاي المشكلة إن استراتيجيات اليوتيوب، اليوتيوب يقول لنا يا جماعة اعملوا شورت عشان الناس تشوفكوا أكثر، عشان الناس حتى لو أعطتكوا ديسلايك بالنهاية يعني فاهمين إنه في حدا لازم يشوفك أكثر عشان تطلع في الفيوز والقصص، يعني كله هذا موتيفيشن وقصص. فواحد كاتب على فيديوهات اللي إحنا حكينا اللي هو شات جي بي تي بلاجنز، إنه كيف إحنا كيف عملنا زي بلاجن ركبناه مع الشباب عندنا على الفرونت اند، شباب الفرونت اند خصوصا عشان نكون واضح معكم، شباب الفرونت اند كانوا عندنا 4 صاروا 2، بس مش بيوم وليله قلنا لهم او يو نو مع السلامه كذا روحوا، لا لقينا طريقه تسرع شغلهم باستخدام شات جي بي تي. زمان هذا الحكي المشكله انه يعني بسبب هاي الاشياء قلنا الاثنين منهم مع السلامه، تمام يعني قلنا الاثنين مع السلامه. فهو كاتب الدول الغربية تحترم الناس وتشغل الناس وأنتم شركاتكم إرهاب، كاتب كلمة إرهاب بعدك شركاتهم عبارة عن إرهاب أبصريش. فأنا كنت رد عليه قلت له أنا بشتغل مع الدول الغربية المتقدمة يا جماعة أنا CTO لشركة من الدول الغربية المتقدمة. فهو الزلمة لم يسعفه كلامه، هو مش فاهم إنه العالم برا يعني شو تسمي لك، الطوفان فضح الكل. كانوا زمان بيقولوا هم إنسانيين وإحنا مش إنسانيين وكل القصص هاي. الطوفان فضح الكل، فيش إشي اسمه إنساني. أظن الناس زينا زيهم يا جماعة، بتطلعوا على مصالحهم أولا. أنا اليوم عندي CEO قال لي حمزة إحنا عنا هذا البروجكت راح يتوقف، أنا اليوم بدي حل عشان نشيل ناس من عنا من الشركة. أنا كCTO تصرفي كمدير باجي بقول أوكي طيب كيف نشتغل، تمام أنا اليوم راح أزود الشغل على الشباب اللي بدهم يظلوا، وبنفس الوقت حلاقي طريقة تساعدهم، وهذا اللي عملته. فالفكرة رأسمالية بدك تحكي اللي بدك تحكيها حكيها، بس هذا هو العالم. ليش الشخص هذا مستوعب انه لا الشركات بتعين لنا انت احسن واحد في العالم، روح شوف قديش اللاي اوف، كل الكرة الارضية صاروا اكس تويتر اكس جوجل اكس ابصر مين على يوتيوب، وبقول لك لماذا تركت الشركة، ما تركت الشركة، الشركة روحتك. يا جماعة ما في فرق بين الشركات الغربية والشركات العربية، احنا الشركات العربية عندنا جو عفن وراح احكي عنه هذا ان شاء الله في فيديو ثاني، والشركات الغربية عندهم جو العفن بس مش مبين، تمام؟ بدنا حادثة زي الطوفان حتى الناس تفهم انه اوه ماي جاد يا يعني عن جد انتوا زي هيك، اه يا الشركات زي هيك، الشركات زي هيك. تخيل اليوم انت في اي شركة تحكي اي كلمة، تخيل شركتك تطلع تقول نحن وي سبورت الجيش الناشنال، نعمل فلاج للفيديو بس الجيش ما غيره، وانت واحد منهم سبورت ذم، ووقفت قلت بديش ايش حقعد يزقفوا لك، يقول لك او ماي جاد يا يعني انت بريف، حشوك كحش، اول واحد راح تنرمي برا، اول واحد راح تنرمي مره، ومليان ناس زي هيك صارت الفكره. واخرها فكره انه تصويرنا احنا العرب، احلى شيء انا كمان محسوب على الشركه المتقدمه، هاي الفكره تصويرنا انه احنا الشركات المعفنه الشركات اللي بصر شو، يس اي اجري معك، بس المثال تبعك مش في مكانه بالمرة. أنا بعمل مع الدول الغربية وأنا CEO تبعي حدا من الدول الغربية، وأنا وياه منحط الاستراتيجيات، والاستراتيجيات ما منطلع أنه فلان آه كويس معنا بدنا نخليه لأنه هو تيم ممبر، لا إله فايدة يكمل، ملوش فايدة مع السلامة. ليش مش قادرين تستوعبوا هذا الاشي؟ اخر نقطة وبس، هذا هيك ايش نسميه، كوفي بريك كولكشن، نسميه كولكشن اسئلة مع شوية اشياء. اخر نقطة، في صديق لي دكتور كان بعث لي بكل حمزة الورك كود تبع الشركات برا، ما بعرف ليش الشركات العربية مصرين انه احنا فاميلي، قال لي الشركات برا عالم برا في الورك ريليشن شيب هاي، قال احنا حتى مش فاميلي، احنا اصلا مش فريندز. هاي اكسترا لاير على الموضوع، اذا الشركات العربية بتحكي لك احنا عيلة، برا ممنوع تحكي انه احنا اصدقاء، واللي بيفهم واللي بيعرف ومشتغل شركات برا بيعرف انه لا، هاي جوجل والشركات الليفتي والناس الرايحين شمال مش الكل زي هيك، الشركات برا عندها نصوص انك انت فلان علاقتك فيه بس العمل، حتى انتم ما بنفعش تكونوا اصدقاء على مجرد صداقة، تخيلوا. خلينا نسميها الوضع كله انه مش معمول لا نكون فريند ولا نكون عيلة ولا نكون اعداء، لان انا لما هو قال لي فريندز قلت لا ذس از طيب اوكي خلاص يلا نحطها انميز، بعدين قلت لا يعني اوكي ما راح تصل زي هيك. بس فعلا الناس مستغرب لما انا حكيت على موضوع انه احنا وي ار نوت فاميلي كشركه، يس احنا مش عيله كشركه، والشركات العربيه بتستغل هذا الاشي عشانكم بتحبوا عيالكم، ولنكوا عصاير يصير عندكم ارتباط عاطفي وذاتس ات، اللي عجبه عجبه ما عجبه بلط البحر ذاتس ات.
تعرف كيف تملط بحر؟ تشيل المي بعدين بلاط سيراميك بعدين خلص، هيك خلصت. ملخص الكلام يا جماعة، أنا هانا ما برد على التعليقات، ما برد على التعليقات بشكل عام بشكل جد، تمام؟ لأني أنا بعرف إنه عادة الناس اللي بتعلق بتكون ترولز أو بتخوف أو whatever إيش، يعني ما بعرف إيش بدهم. إذا بتحضر الفيديو تبعي كامل عن جد والله رح تصلك لرسالتي. أنا اليوم لما أحكي مع واحد عاطل عن العمل، فشل في جامعته خلال 5 سنين يلاقي شغل، وقاعد بيستنى شغل، قاعد بقول له روح اشتغل، قاعد بقول له روح اشتغل بغض النظر برمجة ولا لا، هل أنا غلطان؟ هل أنا غلطان؟ نصيحة البرمجة خليها، نصيحتك الأسطورية خليها، ما عندي مشكلة، بالعكس كويس، حلو جميل، أتمنى إنه غيري يسمعها ويروح يعملها، بس أنا قاعد بحكي لك عن عمل. هاي أول نقطة احنا بنحطها. وموضوع الشركات الغربية انها أحسن مننا، لا مش أحسن مننا، وبالعكس أنا من جوا الشركات الغربية بحكي لك انه لا فيش حد أحسن من حدا ولا اشي، شركاتنا معفنة وهذولك عندهم عفنهم بس عفنهم شوي مختلف. وآخر نقطة نسكر فيها، we're not friends we're not family، احنا we're business، يعني احنا نشتغل هذا بزنس، ما في لا عيلة ولا أصدقاء، وبنفس الوقت بناش نقول ولا عداء وبس. يعطيكم العافية.